السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة استوبيا. معاكم إسراء وجدي. النهاردة جايبة لكم فكرة حلوة قوي للناس اللي لو انت عندك مثلا كرتونة اللي هي زي الكرتونة دي وفيها الايد البلاستيك دي، سواء بقى الكراتين بتاع الملايات، الكراتين بتاع المفروشات. دي كانت كرتونة بتاعت بطانية، بتاع بطانية ابني. ممكن بتبقى ساعات موجودة برضو في الكراتين اللي هي بتاعت المنظفات. فانت لو عندك الكرتونة دي هنعمل منها فكرة حلوة جدا هتعجبك. الفكرة بتاعتنا كلنا محتاجينها الايام دي وكلنا محتاجينها الفترة دي، فتابع الفيديو للاخر عشان تعرف ايه الفكرة بتاعتنا. انا كده بدأت اقص الكرتون، بس وانت بتقصي خلي بالك، انا هنا وانا بقص ما خدتش بالي كويس فقصيت جزء من الايد. فوانت بتقصي المرة الجاية بقى تخلي بالك كويس عشان ما تتقصش معاكي. بس انا هوريكم بس الفكرة او الفكرة بتاعتها هتكون ازاي. هتبدأي ان انت تقصيها وتطلعي القطعة السودة دي منها. احنا بس هنحتاج القطعة اللي هي البيضة دي بس، تمام؟ دي القطعة بتاعتنا بعد ما خلصناها وطلعناها من الكرتونة. هتبدأي بقى ان انتي بعد كده هتجيبي الكمامة بتاعتك. طبعا احنا كلنا الفترة دي بنلبس كمامات وساعات بتوجع لنا ودننا تحت الحجاب. ففكرة حلوة جدا جدا للكمامة تبقى ماسك فوق الحجاب كده عشان ما تحطش الكمامة من تحت الحجاب وتوجع لك ودنك طول النهار. فالفكرة دي عجبتني قوي وخطرت على بالي اول ما شفت الايد. طبعا انت بتلبسي الكمامة، الوش الجزء الابيض ده بيكون جوه ناحية وشك والجزء الازرق بيكون بره. فانت بتركبيها من جناب كده من عند القطعتين اللي هما البارزين في على الاطراف وبتلبسيها، بتريحك جدا 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 وبتبقى فوق الحجاب. حبيت تنزليها في اي وقت، حبيت تطلعيها، مريحة جدا. والناس اللي بتقعد فترات طويلة لابسة الكمامة سواء في شغل او بره في الشارع ودنها في الاخر بتكون ملتهبة، فدي بتريحك جدا. اتمنى تكون الفكرة بسيطة وعجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة.